لم ينم حنا غريب في منزله. أمضى عضو هيئة التنسيق النقابي الليل هنا في وزارة التربية في تحرك جديد في شكله يضاف إلى سجل الهيئة التي تطالب منذ 3 سنوات بإقرار سلسلة زيادة رواتب الموظفين والمعلمين. لكن الحكومة اللبنانية التي تعاني أصلاً من عجز في ميزانيتها تقف عاجزة أمام دفع زيادة بنسبة 121% على الرواتب. نحن عم نقول هالسلسلة لازم تتمول من الريوع المصرفية والعقارية ومن الهدر والفساد. هن عم بيقولوا لا لازم تتمول هالسلسلة من جيوب الفقراء. طيب الناس بدها تختار، هي مع الفساد ولا ضد الفساد؟ في هالسلسلة وفي الفساد. في مجلس النواب عاد البحث في ملف إقرار زيادة الرواتب إلى نقطة الصفر رغم مروره على عشرات اللجان النيابية لبحثه ودرس مصادر تمويل الزيادات، إلا أن أي تقدم لم يسجل في البرلمان، فالملف المطلبي لم يسلم من التجاذبات السياسية. بعدنا على نقطة الصفر لأنه ما في اتفاق أنه هالسلسلة تنقر، في اختلاف على مواضيع أساسية اللي هي بتتعلق بالضريبة التفئة وعلى أي سلسلة نحن بدنا نقر وشو الحقوق اللي بتنعطى للأساتذة. أنا بعتقد ما في نوايا سياسية لحل حالة المشكل. لم تتراجع الحركة النقابية، تنقلت من مقر رسمي إلى آخر، رفعت الصوت ولا تزال، ويؤكد المشاركون أنهم لن يوقفوا تحركاتهم قبل إقرار حقوقهم، وآخر صيحات الأساتذة أتت لتهدد بالامتناع عن تصحيح الامتحانات الرسمية للطلاب وتطيير العام الدراسي المقبل. مرة جديدة تعيش البلاد على وقع إضرابات قوامها مطالب معيشية، مطالب تشكل حالة من الشد والجذب بين النقابات والحكومة اللبنانية منذ سنوات، وغالباً ما يكون الطلاب أولاً من يدفع ثمنها. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.